مشاهدي زيو سيتي بوان نت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامج لقاء مفتوح. خلال الحلقه الماضيه استضفنا السيد سعيد الرحموني رئيس المجلس الاقليمي للناظور. سيرا على هذا النهج، لا سيما وان الاستحقاقات الجماعيه على الابواب، قررنا او ارتأينا استضافه احد الاطر السياسيه باقليم الناظور، صاحبنا بالإضافة إلى نشاطه السياسي هو كذلك إطار تربوي بنيابة إقليم الناظور، أضف إلى ذلك النائب الثالث لرئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية. باسمكم جميع المشاهدين الكرام نرحب بالسيد صالح العبوضي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا سي سعيد، وكذلك أرحب بنفسي في مدينة زيو وكذلك في مقر زيو سيتي. بالخصوص لابد من ان اشكر الصديق مصطفى الوردي، قيدوم الصحافه ماشي غير الالكترونيه ولكن الصحافه المكتوبه. اتمنى ان تكون هذه الفرصه التي منحت لي ان تكون مفيده بالنسبه لجميع مشاهدي ومتتبعي زيو سيتي. اكيد سي صالح، يعني هذه الايام كنعيشوا على واقع التسريبات حدثت خلال امتحانات البكالوريا. البعض راها بان تشويش الحكومه، قالت انها تشويش على العمل الحكومي، في اطار تشويش على العمل الحكومي. البعض الاخر قال بانها مساله مرتبطه بالفساد، الفساد القائم في التعليم على منظومتنا التربويه ككل. كيف ترى انت كاطار في مصلحه الموارد البشريه؟ طبعا اولا خصنا نعترف بان البكالوريا هي الصوره الحقيقيه للمنظومه التعليميه ديال المغرب. الى ان البكالوريا فاسده فممكن نحكموا بان التعليم في المغرب فاسد، لان البكالوريا هي الشهاده او الدبلوم الوحيد اللي كتعترف به الدول الاخرى. ان الى باش تمشي تقرا في فرنسا ولا في المانيا ولا في اي دوله من دول العالم، الى عندك البكالوريا ديالك مشبوهه راه ما غاديش تقبل في اي معهد ولا اي جامعه. وبالتالي البكالوريا هي قضيه وطنيه ماشي قضيه ديال الحكومه بوحدها ولا غير ديال هذه الحكومه، هي قضيه ديال جميع الشعب المغربي. واي مس بمصداقيه البكالوريا هو مس بكرامه التعليم وبكرامه الشعب المغربي. القول ديال الحكومه بانها تشويش عليها الى اخره، دابا الحكومة اللي كاينة حاليا، واخا أن الحزب ديالي شارك في الحكومة ومن الائتلاف، ما خصناش أي حاجة توقع نقولوا راه هجوم على الحكومة. الحكومة خص تكون عندها الثقة في النفس، يكون عندها تحترم راسها، والحكومة خص تشتغل على أساس أن هاد الحوايج هادو كيوقعوا، تسريبات راه كيوقعوا في العالم كامل، غير احنا في المغرب أعطينا لها واحد القيمة أكثر مما يلزم. انا كنعتبر كرأي شخصي، انا كنعتبر ان هاد الهاله اللي تعطت للبكالوريا على مستوى محاربه الغش هو اللي غادي يفقد المصداقيه ديال البكالوريا. انا في نظري كنا نخليو الامور تدوز بسلاسه، الاساتذه ديالنا راه كيقوموا بالواجب ديالهم في اطار الحراسه، وهما اللي معنيين اساسيين وخصنا نديرو فيهم الثقه، وهما اللي كيساهموا في محاربة الغش في البكالوريا. وبالتالي التسريبات تعطت هذيك الهالة الكبيرة هي اللي خلات الشعب كل شيء كيقول بأن راه البكالوريا في خطأ، أما هي مسألة عادية في جميع الدول، ولكن ماشي 90% ديال الطلبة كيغشوا، راه 10% ولا 5% ما غاديش تفسد ديك القيمة ديال السي صالح. إذا سمحت لي، البعض كيقول بلي راه كانت هاد الغش في امتحانات البكالوريا كان منذ يعني عقود سابقة في المغرب، ولكن تفعيل آلية الضبط مؤخرا بشكل يعني أقوى جعل يعني حتى وصلت أن عندنا اعتقالات على حساب ما جات بعض المواقع الإلكترونية في الإقليم، مثلا في النيابة على مستوى نيابة إقليم النهضة، يعني كاين اعتقالات في صفوف التلاميذ. يعني ربما هذا التفعيل ديال آلية الضبط هو اللي خلانا نوصلوا لهذ النتيجة هذه، هذه التسريبات اكتشفنا مجموعة من الأشياء مع هذا القبيل. دابا ملي كنبغيو نحلو شي مشكل خصنا نحلوه من الاصول ديالو.
اللي كنقولوا راه مشيناش دينا تلميذ تخرج من الامتحان واعتقلناه. كما قلت في الاول هذا يفسد المنظومه التربويه. علاش ما نديروش العكس؟ هذه دوله عندها امكانيات كبيره، ما تخليش عاد هذه الاجوبه وهذه الاسئله يوصلوا لاخر الشبكات ديال التواصل الاجتماعي. مادام اعتقلوا هذا التلميذ، عرفوا بان هذا التلميذ الفلاني هو اللي كيغش، وصلوا ليه، يعني وصلوا ليه بالتقنيات. مادام وصلوا ليه بالتقنيات، يعني احنا قادرين نوقفوا هذا الشيء من الاول قبل ما يوصل عند التلميذ، قبل ما توصل عند التسريبات هذه. وبالتالي انا كنشوف بان الحكومه والصاغرين على المنظومه التربويه يا اما يقطعوا هذا الشيء من الاصل، يا اما راه هذا الشيء كامل غير مسرحيه اللي ما بغيناهاش تكون في الارض. وكاين بروباغاند، واحد الاشهار او التشهير بهذه الممارسات هذه. والغش عبر التاريخ كاين انواع، دابا بان لان كاين الهواتف الذكيه، كاين التقنيات هذه الى اخره، ولكن قبل راه كنا كنشدوا التلاميذ جاب حرز حتى الاخر شي كان كيكتب في الرجلين ديالو على اليدين الى اخره. كانت بزاف ديال الحوايج على مستوى نيابه النظر. السنه الماضيه كانت وقفه احتجاجيه على مستوى اكاديمية الجهه الشرقيه، بعض التلاميذ اللي كينتميو للعماله توجده، بالضبط المدينه توجده، ظهروا امام الاكاديميه كيقولوا بلي البكالوريا اللي كتسكن في الناظور كيخرجوا تما معدلات جد مرتفعه، في حين المستوى ديالهم جد هزيل. وبالتالي ملي كنبغيو نمشيو لشي معاهد ولا شي مدارس اللي كيطلب الولوج ديالها معدلات مرتفعه كنتحرموا منها، في حين ان في الناظور كتمنح لهم يعني النقاط بشكل مرتفع. كان هذا حدث السنه الماضيه. صحيح، وفي ذاك الوقت واحد السؤال تطرح ليا في ذاك الوقت، وكان الاجابه ديالي كالاتي: ملي كنديروا تقييم البكالوريا خصنا نديروا تقييم الاداء ديال التلميذ طول السنه الدراسيه. الناظور كيحتل المرتبه الاولى وطنيا في مجال اولمبياد الرياضيات، واش فيها الغش؟ الناظور كيحتل المرتبة الأولى في مجموعة من الأنشطة الموازية اللي كدار في المؤسسة التعليمية. كاين الجائزة الأولى ديال الصحفيين الشباب، كاين مجموعة من الجوائز في مجال التربية البيئية، كاين مجموعة ديال الجوائز في الأنشطة الرياضية، كاين مجموعة ديال الحوايج اللي كتبين بأن التلميذ في إقليم الناظور كيجتهد وعنده مردودية. وبالتالي ما خصناش نحصرو كنقولوا أودي هادوك راه كيديروا سوايع اضافيه، راه كيعطيو الفلوس، راه كاين اللي كيخليهم ينقلوا. هذا غير تبرير الفشل ديال واحد الجهه معينه. وكذلك الولوج الى المدارس العليا، الولوج الى كليه الطب راه ملي كيمشي التلميذ كيدوز الامتحان راه ما كيخليو له لا تليفون ولا حتى شي حاجه، وكان دي تيست ديال الانتيليجونس وديال الاخر، والناس والتلاميذ ديال هذا الناظور كيحتلوا دائما المراتب الاولى. اذا انت كاطار بالنيابه ديال تعليم الناظور كتشوف بان التعليم في الناظور يعني ماشي بالدرجه اللي كيصوروه البعض بانه فيه فساد فيه. والناظور ما كيهضروش في تاريخ التعليم. الناظور كيقول لك مدينه ديال التهريب. الناظور مدينه ديال المخدرات. الناس ديال الناظور راه ضد التنميه. الناس ديال الناظور شي واحد الفتره في واحد الفتره معينه كانوا كيلقبونا بالانفصاليين. نعم. يعني كاين مجموعه ديال الحوايج اللي كتلصق غير هكاك، كاين في لامونتاليتي ديال ماشي ديال الجهات الرسميه ولا، ولكن كاين في لامونتاليتي ديال مجموعه ديال الناس في المغرب. خص مع الوقت خصنا نتكيفوا مع هذا الاخر باش نحاولوا، لان حتى حنا كأطور وكفعاليات ديال الناظور خصنا ننتبهوا لهذا الشيء ونحاولوا ما يمكن نفندوا هذا. على المستوى النيابي، شنو يعني النيابه في علاقتها مع مدينه زايو اللي هي يعني جزء منها؟ مدينه زايو كنشوف التعليم مثلا مستوى الاعداديات، مستوى الاعداديات كانت عندنا في البدايه اعداديات على الفاسي هنا في المدينه ديال زايو. في البدايه ديال التسعينات حدثوا ملحقات اعداديات على الفاسي، من بعد ملحقات اعداديات على الفاسي تحولت هي الاعداديه، والاشاره كذلك ملحقه اعداديه على الفاسي جات في المدرسه الامان،
اختاروا واحد الجزء من مدرسة الأمل وداروا هذه المنطقة من بعد ردوها إعدادية. كذلك إعدادية على الفاسي تقسمت على جوج، ولات إعدادية على الفاسي واحد وإعدادية على الفاسي جوج. يعني الحاصلة ككل ثلاث إعداديات اللي عندنا في المدينة، ولكن من كنجيو نشوفوا يعني الواقع كنلقاو بأنها كانت إعدادية واحدة وتفرعت لثلاثة إعداديات لساكنة اللي كتناهز 40,000 نسمة، هذا إلا شفنا المدار الحضري، أما إلا شفنا المدار المحيط ديال مدينة زيو ربما 80,000 ويزيد. ما كتشوفش هذا يعني نوع من نوع ما يعني كاين يعني كيشكل الخطورة تاعي المنظومة التربوية ككل. لا سي سعيد بعدا في الأول نفتح واحد القوس، ملي كنجاوبك على التعليم راه كنجاوب بصفة شخصية، أنا ماشي نائب ديال التعليم ولا يعني كنجاوب بصفة شخصية والآراء ديالي ألا أتحمل فيها المسؤولية. ما يتعلق بهذا التقسيم ديال المؤسسة التعليمية سواء في زي ولا في أي بلاصة في المغرب، أنا كشخص ضدها، ولكن رسميا كاين مبررات. أولا كاين مشكل ديال العاقة، حاليا في إقليم النظر كاين واحد المشكل كبير ديال العاقة، كاين عدد التلاميذ كيتكاثر، ولكن فين تلقى العاقة باش دير إعدادية ولا دير مدرسة؟ ما كاينش. وكاين ما كاينش مجهود من طرف الجماعات المحلية المتواجدة فيها هاد الكثافة ديال التلاميذ، ما كاينش مجهود باش نديرو باش يوفرونا العقار ويديروا المسطرة ديال النزعة الملكية باش، وبالتالي كيفرض عليك الواقع كيفرض عليك انه تلتجئ لهذا النوع من الحلول الترقيعية، هذا حل ترقيعي، ولكن ما يمكنش عاود مدير وحارس عام وكذا يسيروا إعدادية فيها 2000 ولا 3000 تلميذ، راه كيصعب باش دير لا جيستيون ديال هاد الامور، وبالتالي كيتفرض عليك تقسم المؤسسه وتقسم تجيب طاقم اداري جديد اللي ممكن يتغلب على جميع الصعوبات اليوميه ديال التدبير ديال هاد. ولكن المشكل الكبير في الناظور هو مشكل العقار، وهنا غادي ندير اشاره ان العقار في المنطقه ديال الناظور الجديد تم الاستيلاء عليه بطرق مافياوية تدو العقار ديال التعليم. هذا الشق ربما غادي نوصلو. وكاين مشكل حتى في العمرة نفس الوان، كاين مجموعة ديال القطاع اللي تعطيو للتعليم، نتمناو ما يلقاوش المصير اللي لقاتو الآخرون. إلا مثلا مشكل العقار يعني هذا يعني مشكل مسلم، يعني كاين مشكل كبير قائم في هذه المنطقة ككل، خاصة إقليم الناظور. ولكن حتى على مستوى الموارد البشرية، وأنت باعتبارك يعني إطار في الموارد مصلحة الموارد البشرية، وما كتشوفش بان كاين مشاكل، ما كنلقاوش شي مره اساتذه ديال بعض المواد، ما كنلقى ربما كاين مشاكل ديال التفرغ، الريع النقابي بهذا المفهوم هذا ربما حاضر يعني بشكل كبير في اقليم الناظور، يعني حتى هذوك ما كتشوفش معايا السي صلاح بان حوايج اللي كيفسدوا المنظومه التربويه في الاقليم. المشكله ديال الريع النقابي الاول. نعم. الريع النقابي هذه غير لاموت. التفرغات النقابيه ملي توجدوا النقابات كاين التفرغ النقابي. في واحد المرحلة في التاريخ ديال المغرب، أنا نقول لك كان الريع النقابي، كان مراسل صحفي كيعتبروا التفرغ، رئيس جمعية كيعتبروا التفرغ، شي واحد غير دار شي حاجة في شي حزب ولا كذا كيعتبروا التفرغ، ولكن في هاد العشرية الأخيرة هاد الشيء ما كاينش، كاع الناس دوك الصحفيين ودوك الآخرين اللي كان عندهم التفرغ كلشي رجع الاطار ديالو الاصلي وخدام. النقابات ضروريه في المجتمع، الى شفتوا في مجموعه من الدول النقابات هما اللي داروا التوازن، هما اللي نقذوا الدول، تونس نقذته النقابه، بولونيا نقذته النقابه، يعني ما ننساوش الدور ديال الاخر، يعني ما نلصقوش النقابه هاد الحوايج ديال. طبعا كاين اختلالات، كاين اختلالات، كاين ارضاءات، ولكن الإرضاءات تفرضها موازين القوى وتفرضها الموارد البشرية. قبل ما نهضروا على زي والناظور، وطنيا ما كاينش كنحدوا كل سنة كنحدوا الخصص ديال الموارد البشرية في عدد معين، ولكن في المراكز ديال التكوين مثلا نعطي غير أمثلة هكا بالأرقام، 12,000 مثلا ديال الخصص على مستوى التعليم الابتدائي، ولكن كنلقاو في مراكز التكوين كنلقاو 7,000 اللي غادي يتخرجوا، يعني عندك 5,000 من الخصص. نعم. ولا هذيك 5,000 من الخصص يعني راه عشرات الالاف ديال التلاميذ غادي يبقاو بدون استاذ.
اذا ما تقدرش تخلي 10000 تلميذ بدون استاذ، لان شنو خصك دير؟ خصك ترقع، خصك ترقع، شنو غادي ترقع؟ واليوم باش دير 30 في القسم كدير 45، واليوم باش دير اقسام عاديه كدير اقسام مشتركه. هذو هما الحلول اللي يفرض عليها عليك هاد الندره في الموارد البشريه. طبعا واذا كنهضروا على الناظور، الناظور هي مدينه او اقليم ديال العبور. راه 80% ديال اللي جا التعليم عندنا في الناظور ليسوا ابناء اقليم الناظور، اغلبيه بركان وجده فاس، خاصه الاخوان المنحرفين الاساتذه المنحدرين من وجده، كلشي باغي يمشي لوجده. الا مشيتي بطلبة الحركه الانتقاليه تشوف الملف تلقى كلشي باغي يمشي لوجده، وكل حركه راه كيستافدوا مجموعه، ملي كيستافدوا راه كيخليهم وراهم خصاص خصاص خصك تدبروا. ولكن كاين من كان مشي مثلا في مراكز التكوين، كاين الطلبه اللي كيكونوا في مراكز التكوين كيقول لهم ان الناظور عامر من الاحسن ما ديروهاش، كذلك الحركه الانتقاليه باش تدخلوا الناظور بالصعوبه. كيقولوا لهم عامر علاش؟ مقارنه ببعض الاقاليم في المغرب اللي ما فيها والو، مقارنه بورزازات، مقارنه بزاكوره، مقارنه بطنطا، مقارنه بالدريوش، لان كما قلت قبيله حتى هي ديال العبور. كاين هاد الاخر ماشي عامر بمعنى انه ما خصوش الاساتذه. سي صالح يعني بكل صراحه بغينا نستغلوا يعني التواجد ديالك معنا انت كاطار تربوي ونتحدثوا على المسائل التعليميه، ولكن يعني بغينا نخوضوا المسائل السياسيه اكثر واكثر باعتبار كاين ناشط سياسي على الاقليم. انتم السي صالح بديتوا عملكم السياسي كيف ما كنعرفوا حنا في منظمه العمل الديمقراطي الشعبي. انتم في التجمع الوطني الاحرار، هذا الانتقال من اقصى اليسار عفوا منظمه العمل الديمقراطي الشعبي والحركيه والديناميكيه ديالها على مستوى اليسار، وتحولتوا لاقصى اليمين اللي هو التجمع الوطني الاحرار. من الى يعني كيفاش جا هذا الترحال بين الظفرين؟ من الى اليسار التجمع الوطني الاحرار ماشي اقصى اليمين، راه في الوسط. مؤخرا السي مزوار كيقول يعني حنا القضيه واضحه هي الليبراليه الاقتصاديه. اي ولكن ماشي اقصى اليمين، اليمين الليبراليه المتوحشه وكذا هي اللي اقصى اليمين وفيها. المهم الا جينا نخوضوا في هذا الشيء راه فيها اطروحات. ما يتعلق بمساري انا السياسي، انا بديت كطالب في منظمه 23 مارس قبل ما تكون منظمه العمل الديمقراطي الشعبي. كجميع الطلبه ديال المغرب كتكون عندنا ديك القناعه اليسارية الجذرية، وكنبغيو نديرو الثورة ما بين عشية وضحاها، وكاين بزاف ديال الطموح اللي كيكون في المرحلة ديال الشباب. هذا الشيء تطور بتطور العمل ديالي داخل التنظيم بعد تأسيس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، واشتغلنا في الناظور وكنا من بين الأوائل اللي ساهمنا في تأسيس الفرع ديال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي في وجدة. اشتغلنا في الأطروحة ديال منظمة العمل، وأنا كنت مرتاح في الحزب، ولكن مع الوقت كان تطور في مجموعة ديال القناعات، ومع التطور حتى ديال البلاد. نعم. لأن في المرحلة ديال المرحوم الحسن الثاني ماشي المرحلة ديال محمد السادس، كاين مادام كيتطور النظام حتى حنا كسياسيين خصنا نطوروا شويه، كنقول نطوروا يعني خصنا نتكيفوا المواقف ديالنا بناء على التطور ديال الدول. مرحله معينه في اواخر التسعينات، اواخر ديال 2006 2007 2008 بدات كتحصل لنا القناعه. حنا كنا كنترشحوا، كنا كنديروا الانتخابات، ولكن كنترشحوا غير الترشيح النضالي. كنعرفوا بالتوجه ديال اليسار، نعرفوا بالافكار ديالنا، بالتوجهات الحقوقيه ديالنا الى اخره، ولكن وصل واحد الوقت خصنا نسيروا حتى حنا، خصنا نوصلوا للمجالس المحليه. مستحيل تسيروا حتى في منظمه. من بعد تحولتوا اليسار ديال ومن بعد كان الاندماج، ولا اليسار الاشتراكي الموحد، ومن بعد ولا الحزب الاشتراكي الموحد الى اخره، ولكن كيبقى الفلسفة هي فلسفة منظمة 23 مارس اللي تحولت للمنظمة. مجموعة المناضلين هنا في الناظور حصل لنا قناعة أنه ما يمكنش، حنا كنشتغلوا دائما
دائما نشتغلوا نعرفوا باليسار، دائما ننظروا نجلسوا نديروا الندوات نديروا العروض بدون ما نوصلوا الى مستوى التسيير والتدبير في الاخر. كنا كنترشحوا كنديروا الانتخابات بامكانيات ضعيفه جدا بمجهودات تقريبا فرديه ما كنجيبوا والو، باستثناء كان المصير ديال الامين العام سعيد ايتي الدر اللي كان دائما الصفه ديالو الشخصيه الى اخره دائما كيكون في البرلمان. وصلنا ثلاثه اربعه ولكن ما تقدرش تعطي ديك التسيير الى اخره. قررنا في واحد الفتره في 2008 قررنا انه خصنا نحاولوا ما يمكن نطوروا نفوسنا حتى حنايا ونمشيو الى حزب معين الاختلاف اللي كاين بينا الاختلاف في التكتيك، لان كنا بغينا نستقطبوا مجموعه ديال الناس عندنا الحزب فهمت مجموعه ديال الناس اللي عندهم واحد الاشعاع على مستوى اقليم الناظور اللي عندهم امتداد عائلي وامتداد نقولوا شعبي وعندهم الاصوات نجيبوهم للحزب نقدموهم كاوائل في اللائحه باش نجيبو باش احسن اختلاف. كانوا عندنا اخوان في المكتب عندهم ذاك الفكر الراديكالي لا اما يكون ديال المنظمه 100% او ديال اليسار 100% واما ما نقبلوش. وقع واحد الاختلاف بيناتنا شدينا حنا الطريق مجموعه بينا مشينا نخالطنا دخلنا في اللائحه ديال التجمع الوطني الاحرار في الناظور وفعلا كان الصديق ديالي والرفيق ديالي السي عبد الواحد بودن طلع في المجلس البلدي. انا كنت درت غير ساعات وصافي كنت في المرتبه 11 ولكن من بعد الوفاه ديال المرحوم مصطفى القانون كيفرض باش حتى انا نكون في المجلس البلدي وموراها الجهه عن طريق دخلتوا المجلس البلدي تحت لكم فرصه كما جاء على انكم حتى انتم بغيتوا تنزلوا الافكار ديالكم والنظره ديالكم مجموعه من الاشياء نزلتوها على الواقع. انتم في المجلس البلدي قدمتوا شي حاجه للناظر؟ اولا ملي كتكون التجربه الاولى كتبقى مدرسه التجربه الاولى في اي مكان مشيتي ليه راه كدير بحال حنا في التعليم العام الاول ستاجير راه غير كتشوف الى اخره. ولكن هذا لا يمنع انه قدمنا مجموعه ديال الحوايج. اولا حنا دخلنا المجلس البلدي ك ماشي كاغلبيه كناس خارج الاغلبيه ما غاديش نقول لك المعارضه لان هذا الكلام مرفوض هذا الكلام المجالس الجامعيه ما كاينش المعارضه في الاغلبيه لان كاينين بزاف كيقولوا انا في المجلس راني في المعارضه ويتبجح بالمعارضه. حنا ما عندناش ما كاينش معارضه في القانون كاين الاغلبيه المسيره كاين الناس اللي ما راهمش المفروض كل اتجاه في التنميه ونورمالمون هذوك الاغلبيه اللي عندهم الاغلبيه خصهم يشاركوا معاهم الناس اللي ما راهمش مكتب في اطار لجان في اطار عمل تشاركي باش بالنسبه لبلديه الناظور استطعنا بعدا نوقفوا مجموعه ديال القرارات اللي كانت ضد الساكنه واستطعنا كذلك نبهوا لا المجلس ولا المجتمع المدني بانه كاين خطوره في مساله معينه. نعطيك المثال ديال الحديقه اللي كنسميوها حنا الحديقه الاندلسيه في الناظور قرب المركب التجاري كان قرار ديال الاغلبيه باش يحيدوا السوق يحيدوا الحديقه ويبنيوا في بلاصتها السوق. هذاك القرار ماشي قانوني لان ما صادقش عليه المجلس ولكن بداو في العمليه ديال البناء الى اخره راه دابا قريب يساليو. حنا انسجمنا مع المجتمع المدني انسجمنا مع الناس كانت واحد الحركه سموها حركه المتطوعين من اجل الناظور الى اخره. هذه الحركه هذه حتى هي حركتنا حنا كمناضلين داخل المجلس طرحنا عن طريق في اطار دوره وفي اطار تصريحات صحفيه في اطار كتابات انه هذا المشروع هذا خصو يتوقف. هذا الشيء كنجيو فيه في اطار اولا تعريف العمل ديالنا ثانيا المواطن خصو يعرف الاهميه ديال المناطق الخضراء داخل وسط الحضاره. كاين حاجه اخرى عاوتاني كانت واحد الطريقه كانت كدار ذوك الكيوسك وذوك الاخر اجي انت هاك الكيوسك بالرخصه الى اخره وسير دير
بيع الثلج ولا بيع هادي ولا بيع هادي في وسط المدينه. في واحد الوقت كان الكورنيش ديال الناظور في الصيف فيه غير الكيوسك، ما تقدرش حتى فين تمشى مع ولادك ومع الاخر. استطعنا بالضغط ديالنا استطعنا باش نفرضوا على رئاسه المجلس، نفرضوا عليهم باش يديروا كايد شارج، دينا ان لابيل دوف، وحددنا حتى المواقع فين غادي يكون، ومن بين القرارات ان الكورنيش ما خصش يكون فيه هاد لي كيوسك هادو. اذا كتقول بلي كاينه المساهمه ديالكم من داخل المجلس الحضاري لمدينه ناظور. اسمح لي، المساهمه ماشي داكشي اللي باغي انا نوصل له، يعني حسب الامكانيات المتوفره. هذا السي سعيد، السي سعيد، في السياق هذا كان عندي اخر لقاء من برنامج لقاء مفتوح حكيتو مع السي سعيد الرحماني، قال كلام خطير في حق السي عياد طارق باعتباره رئيس المجلس الحضاري لناظور. كيقول بالنسبة له مجموعة من المشاكل اللي غارق فيها الناظور، على مستوى التأهيل الحضري، على مستوى الجمالية ديال المدينة، على جميع كافة المستويات، حتى المستوى الاقتصادي، يعني الأزمة التجارية اللي كتعيشها مدينة الناظور نسبها للمجلس الحضاري، يعني هذا المجلس الحضاري هذا يعني شنو دار اللي خلى يعني مدينة الناظور تغرق في هذا، إذا كان بصح يعني فعلا المجلس الحضاري ساهم في الأزمة اللي كتعيشها الناظور على جميع المستويات الآن، شنو دار هذا المجلس هذا؟ واش ما غرضوش يكذب ولا الأول بعد غادي ندير نقد ذاتي للإخوان اللي ما راهوش في الأغلبية. الغياب وعدم الحضور في الدورات ما راه كيشجع الأغلبية باش دير اللي بغات في المجلس. الأول باش نكونوا واضحين. وبالتالي أنه ما غاديش يحملوا ما نحملوش المسؤولية للأغلبية ديال المجلس، نحملوا المسؤولية حتى لينا حنا اللي كنمشيو نحضروا في الدار والدوارات، راه كيجيو ربعه ولا خمسه وكيكون تقريبا حوار ثنائي ما بيننا وما بين الرئيس. وبالتالي هنا كاين واحد الجزء ديال المسؤوليات. اما على مستوى القرارات ديال المجلس البلدي، فعلا كاين مجموعه ديال القرارات اللي ما عندهاش علاقه بالتنميه ديال البلديه. مثال ديال كثره الاسواق، دابا كاين ركود تجاري، كاين واحد الأزمة عالمية كتنعكس طبعا على الناظور. الناظور كان محج ديال الناس كيجيو كيتقدموا من الناظور، كانت مجموعة من الأسر كتعيش مع دابا التاجر اللي كان كيرد 1000 درهم مثلا في النهار، مع كثرة دابا الدكاكين راه غادي يبقى يدخل غير 100 درهم، يعني ولاو كيقسموها بيناتهم لأن كاين مجموعة ديال المشكل الآخر هو ذوك الحوانت. دوك الحوانت ماشي مشروع، ماشي ان بروجي ديال البلديه، هو مشروع بني يعني على الاملاك البلديه الخواص اللي كتبيع ملك البلديه راه خطير. نعم. وكاين مشكل اخر ديال ما قديناش نغطيو او نقضيو على المشكل ديال النظافه ديال مدينه الناظور. معروف على الصعيد الوطني انه ما كاينش المكومات ديال النظافه في الاخر. كاين اشكال انه كنصاوبوا واحد الاحياء معينه كندير لهم لي بواري، كندير لهم الطريق الى اخره، وكاين احياء اللي عندها مشاكل كبيره في باش تواصل مع المدينه في الطرق، ما كاينش كنمشيوش ليها. يعني كاين حتى في هذا السياق هذا الانصار ديال السياحية طارق يقولوا الرجل يعني عنده نيه ديال العمل، الرجل سابق في مجموعة من التاريخ ديالو كيشهد عليه، هكا كيقولوا التاريخ ديالو كيشهد عليه، الرجل عنده نية العمل داخل مدينة الناظور، عنده نية النهوض بالأوضاع ديال المدينة ككل، ولكن هو محاط كيقولوا مجموعة من الأشخاص اللي كيحفروا له. مين كنقولوا السي سعيد الرحماني كنهضروا على رجل قوي داخل الإقليم الناظور، كنهضروا على رئيس المجلس الإقليمي، حتى أن البعض من الأنصار ديالو كيقولوا حتى العميل ما كينسجمش مع السي طارق. مجموعة من الأفكار اللي باغي طارق ينزلها على أرض الواقع، هذا الرجل شنو دار؟ شنو دار باش غادي ربما حتى هو التمثيلية ربما عاد كان غادي نجيو لها التمثيلية ديال اللي معاه الناس اللي ربما غير كيصوتوا ما كيمدوا حتى شي فكرة. الناس اللي معاه الدور ديالهم هو التصفيق والتصويت، المعارضة كما جعل لسانك ما كتحضرش، شنو غادي يقدر يقدم هذا رئيس المجلس الحالي؟ لا خصنا نعرفوا الأول أن البلدية الناظور هي عاصمة الإقليم بحكم العدد السكان وبحكم الانشطه اليوميه اللي كتدور في المدينه. الحاجه الثانيه ان اللي كنهضروا على المجلس البلدي، انا بعدا
ما انا عندي حساسيه كيقولوا لي راه رئيس المجلس البلدي دار. انا ملي كنقولوا المجلس هذيك كتسمى جماعه محليه، الجماعه يعني فيها المقاربه ديال الجماعه، فيها الترافاي دو جروب، عمل في مجموعه. انا لا احمل المسؤوليه لطارق يحيى، انا احمل المسؤوليه للمجموعه المسيره للمجلس البلدي الاول. هذا اما كيحفروا له ولا كذا، انا هذا غير راي، راي باش نعلقوا فيه الفشل ديالنا. علاش؟ لان واحد السؤال انا طرحته لطارق يحيى في اطار واحد الدوره، قلت له السيد الرئيس راه الراي العام ما باغيش دار ذاك الحديقه، ذاك السوق في بلاصه الحديقه. قال لي شنو لمن كتقول الراي العام؟ واش دوك الربعه الناس اللي كيجيو كيحتجوا عليه؟ انا هكا هذا الكلام ديال السي طارق يحيى راه مسجل. انا كنخدم مع الناس اللي صوتوا عليا، بمعنى انه هو ماشي رئيس مجلس البلديه النهضه، هو رئيس الناس اللي صوتوا عليه. وهذا خطير، وانا قلتها له تما، هذا خطير. الرئيس بمجرد يطلع كيكون رئيس ديال جميع الكتله الناخبه ديال اللي كاينه في البلديه. وهذو هما الاشكالات اللي السي طارق انا كيقول يعني صرح مجموعه من المواقع انه ما غاديش يزيد في السياسه. واش الناظور كتشوف فيها يعني فيها الكفاءات السياسيه اللي ممكن تقود الجماعه الحضاريه نحو مستقبل يعني كيف ما كيتصوروا نظريا؟ ماشي مشكل الكفاءات، راه جيتي لي لواحد الاشكال اللي خصنا نفكروا فيه كاملين كيفاش نعالجوا. دابا الا لاحظتي في الناظور كاين مجموعة ديال الناس محترفي الانتخابات راه كيتخنطقوا في واحد الإطار معين، محترفي الانتخابات. ولكن الإشكالية ماشي في الأطر، الأطر عندنا غير المواطن اللي عندنا كيقول هذاك فلان مسير هو اللي سير، كيفكروا في هذاك اللي سير المجلس، هذاك اللي كان ديجا مستشار ولا كان رئيس ولا كان نائب رئيس، ما كيفكروش في سي سعيد عمرو دخل الانتخابات راه يفكر هو. انت ما تقدرش دابا كتخاف تدخل الانتخابات، علاش؟ لانك كتسمع في القهوه والدراري كذا كيهضروش عليك، كيهضروش على واحد اللي ما مارس هذا العمل السياسي، علما ان الاطر ديالنا لي كادر ديالنا كيتحملوا حتى هما مسؤوليه، لان خصهم يتقدموا، خصهم يبانوا للمواطنين. واخا كاين ذاك النفور، واخا الناس ديالنا ما حنا ما ثقافه الاعتراف بالاطر ديالنا عندنا مشكل في الناظور، وهذه هي الاشكاليه الكبرى اللي عندنا. حنا في الناظور نعترف بصحاب رؤوس الاموال، نعترف فلان مشكار. فلان راه دار العرس راه جاب 1000 واحد، فلان راه تعرفوا راه مشى في ليله 27 دخلوا نص العشاء على اربعه ديال المساجد، هذو باش كنعترف. ما كنعترفوش احد الطلبه الباحثين سي صالح على مستوى كليه الحسن الثاني بالدار البيضاء دير القانون العام والبحث ديالو حول الجماعات المحليه، خلص لان النتيجه خطيره جدا. اقليم الناظور جماعات مشكله لاقليم الناظور فيها اكبر عدد من المستشارين الاميين على المستوى الوطني ككل، كيفاش كتشوف هذا المعطى؟ هذا كيبان لي معقول، هذا الشيء كاين، ولكن هذا اختيار ديالنا. يمكن في واحد الفتره كنا كنقولوا اودي راه كاين تزوير الانتخابات، كنا كنقولوا السلطات كتدخل باش تدير فلان وفلان وفلان وفلان، ولكن انا لا اظن من 2009 لهنا لا اظن فعلا كاين شويه ديال التدخل ديال السلطه، كاين شويه ديال التوجيه الى اخره، ولكن راه المغرب عدد ديال الاطر، عدد المثقفين والمجتمع المدني اللي كاين ديناميه كبيره، عيب كمجتمع مدني وكاطر نمشيو نصوتوا على هذا النوع ديال الناس. وكذلك حتى الاحزاب السياسيه تتحمل مسؤوليه كبيره، حزب سياسي عنده واحد مرجعيه اللي متقدمه جدا، ولكن على راس اللحيه كيدير امي. نعم. واش غادي دير السياسه؟ اشكاليه اخرى، انت ملي كتقدم
عفوا ملي كتقدم واحد رجل سياسي يعني اطار عمل عنده الكفاءه الشيء الكثير كتقدموا للانتخابات. عطيك مثال هنا في الجزائر، تقدم مهندس يعني مشهود لها على المستوى الوطني، تقدم مهندس في احد الدوائر الانتخابيه في مدينه الجزائر ومع واحد الشخص اللي امي، ما غاديش نعيبو الاميه ولكن نعيبو يعني استغلال الوضع السياسي اللي كاين. واحد ضد واحد الشخص امي كان الفريق يعني كما بين السماء والارض. طبيعي طبيعي يعني مش المهندس المهندس ماشي كائن انتخابي، انا اقول كائن انتخابي. المهندس ما عندوش تقنيات ديال يحاول ما امكن كما كنقولوا ديال الحيله مع المصوتين مع الاخر، الاخر عنده تقنيات ديال كسب العطف ديال الاخر. انا امي ولكن عندي فلوس، انا الا مشيت انا ما غاديش ناكل، انا غادي نوكلكم هذه اللغه هذه. لان كما قلت في الاول نخليو دابا اللي كيترشح المجتمع المدني خصو يلعب الدور ديالو في تاطير المواطنين. راه الانتخابات جايه، واش شفتوا شي جمعيات كدير لقاءات من اجل تاطير المواطنين على اهميه الانتخابات، تاطير المواطنين على خطوره التصويت على هذا النوع ديال الناس، اهميه ما بعد التصويت، الخطوره ديال هذاك 200 درهم ولا 300 درهم اللي كيشدها في واحد النهار وكيخلص الضريبه عليها ست سنين. استاذ حسن عكس سلبا في النظر اللي كانت الرمز للسيوله الماليه القويه داخل المملكه المغربيه، مدينه النظر اللي كانت معروفه بالرجال ديالها والان تهمشت مدينه النظر. وهنا بغيت نفوت للشق المتعلق بالتقسيم الجهوي باعتبارك احد الكوادر او احد النواب رئيس مجلس الجهه. النظر داخل جهه مهمشه ومهي كذلك مهمشه داخل هذه الجهه المهمشه. طبعا لن نتحدث عن جماعه عن كل جماعه على حده، ولكن نتحدث عن الاقليم ككل. اقليم النظر ما عندوش صوت حقيقي داخل الجهه، وهذا هو اللي نعكس حتى على مستوى التمثيليات الرئاسات على مستوى مجموعه من المصالح الانتخابيه داخل الجهه، ما كاين النظريين كيغيبوا بشكل قاطع. يعني هذاك الجمعيه المرشحين الاميين كيمشي للمجلس كيترشح كينجح، الله يعاون الله يسلم، هنا كتنتهي المهمه ديالك. وانتظر اخطر من هذا الشيء في الانتخابات الجهويه اللي جايه. غادي نجي نقول لك علاش. قبل ما نهضروا على الجهه الشرقيه نهضر لك على واحد العمل كنا بدينا فيه سميناه لجنه الريف الكبير. قبل ما الحكومه تاخذ القرار ديال هذا التقسيم ديال بلاصه الجهات اللي دارت، حنا كنا كنشتغلوا في اطار مع مجموعه من الفعاليات السياسيه والجمعويه والنقابيه والحقوقيه من السعيديه حتى لطنجه. درنا مجموعه من اللقاءات، درنا لقاء في الناظور، درنا لقاء في العسيمه، وكنا كنبرمج لقاء في طنجه ولا في الاصيله. الهدف من هذه اللجنه هذه هو انه نضبطوا نديروا ترافع امام الحكومه من اجل باش تكون الشمال المغرب كامل غادي يكون جهه واحده، اعتبارا هذا الشيء اللي قلتي قبيله، باش تكون جهه قويه على مستوى الموقع، على المستوى الموارد الماليه، على المستوى الموارد الطبيعيه، وعلى المستوى طبعا الموارد البشريه لان غادي تكون جهه كبيره. وكنا مشينا طرحنا ان كنقولوا في المغرب وليو باش نديروا 16 ولا 12 نديروا غير خمسه الجهات كبيره كما كان في المانيا في الاخر، على اساس ان تكون متمكنه هذه الاخر يكون عندها جميع المقومات ديال الجهه. ولكن مع الاسف دائما كنقولوا راه حنا كنشتغلوا ولكن المقرر لو ديسيدور هو السياسيين هما الاحزاب هي الحكومه الى اخره. كان مشات في اتجاه انه دار 12 الجهه، ومع الاسف كاين تفاوت في هذه الجهات هذو من ناحيه الموارد الاقتصاديه والماليه. ما يتعلق بالسؤال ديالك ان الجهه الناظور مهمش في الجهه الشرقيه، هذا مشكل ذاتي. حنا اللي كنهمشوا نفوسنا في الجهه الشرقيه، وانا دائما كنقول ان الفريق ديال برشلونه الى ما لعبش كاع البطوله الاسبانيه مشى لعب البطوله في البرازيل غادي يدير البطوله، لان الاشكاليه ماشي في المكان، الاشكاليه هو في التركيبه البشريه اللي عندنا وفي الطريقه في لا غوفيرنونس، في الطريقه في الحكامه، في الطريقه ديال التسيير ديالك. حنا في الناظور اللي نعطيك غير اكزومبل، حنا درنا تجربه كنا بغينا نديو الرئاسه ديال مجلس الجهه،
كنا قدمنا واحد المرشح من الناظور في الاول حتى اليوم ما قبل الاخير من التصويت كان عندنا 55 واحد من اصل 85 في الليله غير ديك الليله 20 واحد ذيك الليله نقولوا ديال المناطق اخرين مشاو غالبا في الامر ان ديال الناظور هما اللي مشاو قولنا معنا الناس من جراده من فيكيك وديال الناظور مشاو صوتوا مع الطرف الاخر وشنو غادي دير لهاد راه كاين ازمه كاين ازمه ديال القناعه يعني الصوت الناظوري ما موحدش ماشي الصوت الناظوري انا ما غاديش ما يكونش الصوت الناظوري الناس اللي كنطلعوهم من الناظور ما عندهمش ديك القناعه ديال اولا التنميه ديال المدينه ديال الاقليم وما عندهمش ديك القناعه بانه الى وصلت راني غادي ننمي الاقليم الى ما وصلتش راني بعدا كنحترم الاقليم ديالي وكنحترم المقومات الثقافيه ديالي. فهاد السياق سي صالح شفنا الحسيمه الاطر ديال الحسيمه والرجال ديال الحسيمه خادوا المشعل دافعوا على الاقليم الحسيمه رفضوا بالبذل المطلق باش انهم يكونوا جزء من الجهه الشرقيه جهه الريف الشرقيه ما كان كما التسميه ديالها الاولى رفضوا باش يكونوا مع الجهه الشرقيه وكيقولوا بلي الموارد ديال الجهه الشرقيه ضعيفه جدا مسعانا نحو التنميه غادي ينضغط او يتقتل الجهه الشرقيه وبالتالي دافعوا باش يكونوا بين احد ثاني اغنى جهه في المغرب اللي هي جهه طنجه تطوان انضمت لها الحسيمه هذا كان ذكاء وكان ترافع قوي لا اظن سي سعيد ان هذا هو المبرر ديالو انا عندي علاقات مع الاطر ديال الحسيمه المبرر ديالهم هما انه في الفتره السابقه كانت الحسيمه عاصمه ديال الجهه الحسيمه تهز التوالي ما يمكن لهمش ما صدقوش انه غادي يجيو للجهه الشرقيه ويكون الناظور عاصمه الجهه هذا راه اشكال كبير حنا في الريف حنا في الريف عندنا مشكل ديال فرض الذات ما بين النواضره والناس ديال الحسيمه هما كيقولوا لنا كيقولوا لنا انتم ماشي ريفيين انتم قلاع وهذا خص الواحد تكون عنده الجرأة باش يقولها. يعني كنعتبروا انفسنا ريفيين. اي حنا ماشي حنا في النظر. اقصى اي حنا كنقولوا ريفيين ولكن ملي كتوصل للمصلحة كيقول لك انا قوي عليك. انا عندي هذه وعندي هذه. ظهرت القوة يعني هذا ما يمكنناش نكره ظهرت القوة ديال الحسيمة. لا الحسيمة باش قوية حاليا باللوبي السياسي. ماشي على المستوى الاقتصادي. اقتصاديا الناظور اقوى بكثير على الحسيمة. التاريخيين يمكن كاين تاريخ مشترك ولكن حاليا في الفتره الاخيره في 10 سنين التاليه ظهر واحد اللوبي سياسي في الحسيمه كاثر حتى على المستوى الوطني هو اللي خلى عنده هذه القناعه هذه بانه الحسيمه الا ما تكونش عاصمه ديال الشرق والريف من الاحسن تلتحق لطنجه في اطار حسابات سياسيه وحزبيه معينه انا هذا هو الطرح اللي كنشوفه لان اشتغلنا معه في لحظة ما بدلوا الرأي كانوا معنا في توجه أن إما جهة الريف الكبير يا إما نكونوا في الجهة الشرقية ولكن نحيدوا ذيك الزعامة ديال وجدة نعطيوها للناظور ولكن غير في واحد الفترة معينة هذا الرأي تقلب ومشاو للطرف آخر ومن المبررات اللي قلت لك هذا على لسان مجموعة من الأطر اللي عندي معهم. أنتم الآن سي سعيد نائب السي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية. واش مقدمتو نتوما؟ هي الى انت ما محققش تهضر على التهميش اللي كيعاني منه في الناظور ولا تهضر على شي حاجه لانك انت راك فاعل انت راك نائب يعني انت من المفروض تكون قدمت شي حاجه لاقليم الناظور شنو قدمت؟ لا ملي كنهضر لك على التهميش ما كنهضر لكش على خمس سنين ست سنين هذا تاريخ تاريخ فين وصلت وجده وفين راه الناظور راه خصنا 21 سنه ولا 30 سنه ديال العمل وديال المجهود باش نوصلوا وجده وهذا نتيجة ديال واحد التهميش ديال الناظور تاريخ في الفترة الأخيرة بعد الخطاب الملكي في 2003 اللي هضر فيه على التنمية ديال الجهة الشرقية وديال أن الجهة الشرقية حتى هي خصها تواكب التنمية والتطور اللي كاين على الصعيد الوطني كاين واحد الدينامية ولكن هذه الدينامية بدات من وجدة هذا هو يعني بدينا كنرتكبوا نفس الخطأ علما ان كاين مجموعه ديال المشاريع اللي بانوا في الناظور
مشروع ديال مارتشيكان، مشروع السكك الحديديه، وكاين مجموعه ديال المشاريع اللي توحي بان الناظور غادي يكون غادي شنو درنا حنا كمجلس جهه في الاخر. اولا حيدنا ديك الهيمنه وديك السيطره ديال وجده على ماشي على الناظور، على الاقاليم. دابا حنا كنتهضروا تمايا بشكل متوازي، الفائض ديال الميزانيه السنوي يوزع بشكل متساوي على الاقاليم تنازلا. حنا تنازلنا لان نورمالمون الناظور فيه اكبر عدد ديال السكان، خصنا نديو حصه الاسد. ولكن اعتبارا لان ما كنهضروش على الناظور، دابا كنهضر لك بمنظور جهوي، راه الجراده وضع ديالها كارثي، في كيك وضع ديالها كارثي، توريد كذلك، الدريوش دابا اقليم جديد فاتي راه مازال كيبنيو عاود الرسوم، وبالتالي قررنا باش ذاك الفائض غادي توزع بالتساوي. فين كان التدخل ديالكم شي حاجه كتسجل فيها التدخل ديال المجلس الجهوي على مستوى اقليم؟ انا جايك بالنسبه للناظور، اهم مشروع ولا المشروع الاول باش بديناه هو هاد الطريق اللي كتشوفها دابا، هاد التثنيه ديال الطريق ما بين سلوان وحفير. نعم. هاد دي دوبلومون دو فوا ماشي فيها المجلس الجهوي، هي اولا قرار ديال المجلس الجهوي. نعم. اول دوره اللي عندنا راه بالوثائق يمكن توصلوا بهم فوقاش ما بغيتو، خدينا قرار كانت عندنا واحد 3 المليار سنتيم تمايا، خدينا قرار قلنا هذه غادي نخصوها الطريق المزدوج ما بين الناظور وحفير، على اساس ان كمجلس جهه كبرلمانيين ديال الجهه كاطر الجهه نترافعوا قدام وزاره الداخليه ووزاره التجهيز والحكومه باش تمشي معنا في هذا الطريق. فعلا بهذا القرار والتاثير السياسي وصلنا انه تبرمج ذاك الطريق وتشنو صاحب الجلاله. والخطير في الامر ان نهار اللي جات توقع الاتفاقيه امام صاحب الجلاله، من بين داكشي اللي قال له العالم الحاج، قال له شحال باش ساهمت الجهه؟ قال له 3 المليار. قال له انتم يكفيكم شرفا انه جبدتوا له هذا الاقتراح اقترحتوه، الجهه ما غاديش تساهم حتى فراك، غير بالتوقيع غير بالقرار اللي درتو. ديك 3 المليار اللي ما تساهمناش فيها في الطريق المزدوج، خديناها كامله درنا فيها اتفاقيه شراكه مع وزاره الصحه، فيها المستشفى الاقليمي ديال الدريوش، فيها واحد المستشفى ديال القرف باليسار، فيها هذا المستشفى اللي كيتبنى هنا في زاليو، على هذاك المستشفى بشراكه مع مجلس الجهه ووزاره الصحه، فيها مجموعه ديال لي زومبيلونس ايكيبي من اخر طراز، فيها جميع المقومات ديال المسائل الاستعجاليه ديال المرضى، هذه ما يتعلق بالجانب الصحي. كذلك مجلس الجهه ساهم بشكل كبير في مجال النقل المدرسي، كاين مجموعه ديال السيارات اللي ديال النقل اللي شريتهم الجهه، كاين الدعم ديال المدارس الجماعاتيه خاصه المدرسه ديال الجماعاتيه ديال حسي بكر اللي قريبه وهذيك ديال عفسو، بالاضافه الى المركب الرياضي. المركب الرياضي راه اول جهه اللي صدقت في اطار الدوره ديالها عاديه على انشاء المركب الرياضي الكبير في الناظور هي مجلس الجهه، وكاين المساهمه ديال 2 مليار سنتيم. واش انطلق الاشغال حسب العلم ديالي انه لابيل دوف غادي يدير هاد الايامات، يمكن غادي تشدوا شي شركه وديو غادي تبنى بالضبط، غادي تبنى في المدار ديال البلديه العروي، بلديه العروي مساهمه بالعقار. العقار ما عقدش شحال من هكتار الارقام في المدار الحضري اي تابع عقار تابع للبلديه ديال العروي. كذلك ساهمنا كذلك في دعم تجار سوبر مارشي في الحريق. بالضبط. هلا قبل ما ندخل الاستوديو التصوير انا وياك السي صالح، كان معايا استاذي حسين اقليم كيصر وكيقول لي السؤال اللي كتقترحو حول المساهمه ديال المجلس الجهوي في السوبر مارشي الحريق اللي كان في السوبر مارشي التدخل ديالكم. عارف ان المجلس البلدي دار مدينه الناظور يعني حط يده بشكل كبير وساهم، على ما كيظهر ساهم وكيهدم الان وكيبني من جديد، دار اجتماع المهم تقول لنا هذا هو اللي بغينا نعرفو. السوبر مارشي باش نعطيكم الحيثيات، لان ماشي المجلس البلدي اللي هدم، ماشي السوبر مارشي موجود في المدار ديال البلديه ديال الناظور، معناه
رخصة الهد، رخصة البناء، سيعطيها المجلس البلدي. المسائل الإدارية. المسائل الإدارية. سوبر مارشي الميزانية باش غادي تبنى هي 16 مليار سنتي. فيها مجموعة من الشركاء. من بينهم طبعا مجلس الجهة، مجلس الجهة ساهم مليار سنتي. وكاين مجموعة ديال الأطراف، كاين حتى الملاك ديال الآخر غادي يساهموا. كاين السياج كتساهم، كاين وكالة التنمية التقنية للجهة الشرقية، كاين وزارة الداخلية، يعني كاين شركاء مختلفين اللي وصلوا ل 16 مليار. المجلس البلدي لحد الآن مازال ما حددش المساهمة ديالو في البناء ديال الآخر، ولكن المجلس البلدي هو دابا هو المؤطر ديال البني ديال الآخر، واللي كيبني هي العمرة، هي شركة العمرة هي اللي كتبني. والسوق غادي يخرج بواحد المواصفات جديدة تقريبا بحال هذاك، ولكن مواصفات ابقى وتحافظ على الامن والامان ديال التجار وديال المرتفقين ديال الاخر. اللي بغيت نقول لك هو انه السوبر مارشي كان وسيله او من وسائل ديال الماركتينغ ديال الانتخابات، هذا اللي خطير. الناس صارت لهم كارثه اللي كاين اللي مشاو لهم الملايير ديال الفلوس، وانا كنجي كندير منصه كنشد البوق وكنقول الحزب ديالي غادي يوقف معكم غادي يدير وكاين شي واحد جا كيتصور. ربما عين التضامن، ها؟ ربما عين التضامن من حق الحزب يعني التضامن ديالو. انا نعرف التضامن ديالك، ولكن ماشي نهار يومين او ثلاث ايام او اسبوع. الناس هي الحزب اللي استغل الناس. انا ما كيعجبنيش نهضر على الاسماء، ولكن انتم كصحافه تقلبوا تعرفوا الناس اللي حاولوا ما يمكن ياخذوا هاد يستغلوا هاد يستغلوا الجنازه من اجل. حنا كنقولوا راه عيب في الجنازه حتى تضحك لنا وعاد دير الانتخابات. والخطير في الامر انا قلتها عاود قلتها، ان حتى ذوك الملاك نهار اللي درنا الدوره قلنا استدعيناهم باش يجيو يحضروا معنا في الدوره باش يشوفوا المساهمه ديال الجهه، يتلاقاو مع رئيس الجهه والوالي ويتعرفوا، لان الناس راه باش تقنع الناس ديال توريت وفيكيك والجراده تقول لهم تعطيو لنا مليار باش نبني بالسوق في الناظور، غادي يقول لك حتى حنا عطيو لنا مليار، خصنا هذه وخصنا هذه. هذه الجهه راه ماشي بلديه، راه كلشي الاخرين كيسالوا فيها، يعني باش تقنعهم خص حتى المعني بالامر يجي يقنع. كانوا ناس كان جهات سياسيه معينه ما خلاو في الاخير بعد مفاوضات عسيره باش قنعناهم باش حضروا وجاوا حتى المصلحه العامه ماشي صالح. على ذكر المشاريع الكبرى، من تكلمت لي على الملعب حسيت بالفرحه ان الاقليم الناظور غادي يكون فيه ملعب، ولكن في الان ذاتها انا حسيت بنوع من الحبره كاحد ابناء مدينه زايد. كيفاش المشاريع الكبرى كلها كتمشي بهذاك الخط اللي كيربط ما بين العروي وبنين صالح، حتى اننا الان كنهضروا على كنتكلموا على قطب حضاري يمتد من بنين صالح يمر على الناظر على الزغنغان على سلوان على حتى ويوصل العروي، قطب حضاري كبير، يعني كل هذه المدن هذه الكبرى بالاقليم الناظر الا زايد. يهضرنا على مرتشيكا كنلقاوها في الناظر، طبعا الجغرافيا حتمت علينا هذيك هكاك. اطلايون استثمار سياحي بالدبداج في الناظور. نتكلموا على البورت طبعا الجغرافيا حكمت علينا، كاين في الناظور كاين في بنين صهر. نتكلموا على الملعب والسبيطار والمطار في عروي. نتكلموا على سلوان فيها الجامعه، في حين بين نتكلموا على زايو نتكلموا على لا شيء. هذا ربما يخلينا نحسوا باننا مهمشين داخل اللي هو مهمش، علما ان زايو من المدن ديال الناظور اللي فيها واحد ديناميه واحد الحركيه كبيره ديال المجتمع المدني. وانا عشت وتبعت مجموعه ديال الاحتجاجات على المستوى ديال البلديه في مجموعه من المحطات، وكانت احتجاجات ناجحه وكان عندها الاكل ديالها. وانا اتوقع في المستقبل ان هذه الديناميه اللي كاينه في زايو وهذه الحركيه اللي كاينه احداث مجموعه من المشاريع. ولكن للتاريخ مادام كنهضروا على مجلس الجهه، راه يمكن اول في هذه الفتره من 2009 لدابا بفضل المجهودات ديال مجموعه ديال الاعضاء المنتمين للناظور، خاصه بعض الاعضاء المنتمين لزايو
والحقيقه خصني نقولوا السي نجيب اجعيم كاين مجموعه ديال الجمعيات اللي سنويا اللي كتوصل بالدعم المالي من مجلس الجهه خاصه الجمعيات الرياضيه. واسمح لي غير مادام جمعيه الرياضيه لابد باش نشير الانجاز الكبير ديال الفريق ديال كره القدم ديال النهضه ديال زاليو بالصعود ديالها للقسم الهوات، ونتمناو الصعود للقسم الممتاز وهذا مجهود كبير. كذلك كاين فريق ديال كره اليد اللي خاصه ديال الاناث ممكن يوصلوا لنتائج مهمه في السنتين وثلاث السنوات المقبله. ما يتعلق كجهه حنا درنا سهلة في المستشفى وكان تفكير في ربط زايو كابدولو وهذا المشروع راه دار ولكن ماشي ديال الجهه غير هذاك لا كومونيكاسيون ما بين زايو كابدولو وبركان راه ذاك الشطر راه مهم بزاف بالنسبه للافاق اللي جايه ديال التنميه. زايو مهمش انا معاك كما ان حسي بركان مهمش. السبب راه قلت لك هاد الديناميه اللي كاينه في المجتمع المدني هي اللي غادي تعطي الاكل ديالها قبل يمكن ما كانش احتجاجات، يمكن ما كانش اطور مهمه اللي ممكن تدافع على روحو. وزيد نعاود حنا الثقافه ديالنا المغربيه راه دخلت حتى في السياسه، حنا كنزوقوا الوجه راه ناضور في المدينه شارع محمد الخامس ملي عقلت انا راه فايت 50 سنه راه تصوب شي 40 خطره وما لا يحتاجوا الى داك الفلوس اللي كنخسروا تما كل عام نديروا به طريق ولا شي حاجه راه التنميه ديالو كل مره كتعاود واحد الشكل. كاين مساله ديال الحكامه على مستوى الناس اللي كيدبروا الاقليم ديال الناظور كاين مشكل. سي صالح نستغلوا الفرصه ديال التواجد مع ديالك معنا مادام ذكرت لنا الجانب الرياضي كنهنئوك باعتبارك احد الاطر احد الكوادر ديال الفريق هلال الناظور لكرة اليد، كنهنئوك على المستوى اللي وصلت له رياضة كرة اليد بمدينة الناظور، نتمنى لكم التألق ومزيد من الألقاب وتمثيلية مشرفة للمغرب على المستوى القاري ولما لا على المستوى الدولي، يكونوا عندنا حتى حنا لعابة من إقليم الناظور يمثلوا النخبة الوطنية ويحققوا نتائج رفقة النخبة الوطنية. أنتم مقبلين على تنظيم تظاهرة رياضية كبرى قارية اللي هي البطولة الإفريقية لكرة اليد إناث وذكور. ما حدث مؤخرا كانت اصوات تطالب بادراج القاعه المغطاه لمدينه زايو ضمن القاعات المستضيفه للبطوله. حدث ما حدث، وزاره الشبيبه والرياضيه خرجت بمقال على احدى الصحف الوطنيه جاء فيه بان هناك اربع قاعات مخصصه لهذه البطوله من بينها قاعه مدينه زايو. للاسف اثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالناظور تفاجأنا بأن مندوب وزارة الشباب والرياضة كيقول كيحصر عدد القاعات المستضيفة للبطولة في ثلاثة سلوان العروي ومدينة الناظور. هذا اعتبره رئيس المجلس البلدي لمدينة زايو إقصاء، يعني بكل صراحة قال هكا هذا إقصاء لمدينة زايو. كيفاش يعني كتشوفوا أنت كاعتبارك أحد لا أسي سعيد حنا ما كاين إقصاء نقول لك هادشي اللي انا هادشي اول مره كنسمعوا بانه كاين اقصاء. كاين هاد البطوله الافريقيه عندها كيد شارج، عندها دفتر تحملات، ذاك دفتر تحملات فيها مقومات ديال الفنادق، فيها التعامل مع الفرق، فيها المقومات ديال القاعات، وفيها حتى المسافه ما بين مركز الايواء وما بين القاعه فين غادي تلعب البطوله. هما جات واحد اللجنه ديال الاتحاد الافريقي دارت معاينه ديال القاعات كاملين ما وصلوش لزايو، ولكن سولوا على الكيلومتراج، شافوا القاعه ديال العروي ديال سلوان وديال الناظور، داروا دراسه ديالهم قال لك اودي مادام هاد الثلاثه كاينين وواجدين ديال الزغنغان مازال ما كملتش، كانوا غادي يختاروا ديال الزغنغان ولكن مازال ما كملتش الولايه ديالها توقف. المساله ديال عدم موافقة دفتر التحملات مع القاعات اللي عندنا في الناظور، كاين شوية ديال البعد، لأن حتى اقترحنا عليهم، لأن عندنا مشكل ديال الإيواء في الناظور، إيواء الفنادق اللي عندنا ماشي كلاسي ما عندناش، اقترحنا عليهم أن الفرق يباتوا في السعيدية ويبقاو يجوا، قال لك إلا غادي يدي بلاصة وحنا ما غاديش نعطيو لكم
البطوله باش تنظموا البطوله الافريقيه. هذا هو الاشي، ما كاين مشكل ديال الاقصاء. ولكن قلت لك كره اليد في زايو راه عندها مستقبل ظاهر، والفريق ديال زايو والاطر ديالها غادي نشاركوهم بطريقه او باخرى في البطوله الافريقيه يمكن. ولكن القاعه ديال زايو يعني يمكن غادي نحن نفكروا بيناتنا نديروا شي حاجه عندها علاقه بالبطوله الافريقيه في ذاك الوقت، يمكن نديروها في زايو على هامش البطوله، نديروها في زايو باش يعاود لي التحسيس والاخر، ونحاولوا ما يمكن مع السلطات الاقليميه باش يوفروا لنا حافلات من زايو الى الناظور، من الناظور الى الاخر، حاولوا نضغطوا عليهم باش تكون مجانا باش الشباب يمشيو يتفرجوا في هذا. سي صالح، على المستوى الرياضي في المنطقه كلها نتكلموا ربما من الصعيد للصعيديه حتى لطنجه، كنتكلموا على النتائج كتجي من بين الفينه والاخرى، نستناو سنوات يتالق لنا واحد المدينه على المستوى الرياضي، مره بركه، مره وجده، مره الناظور، مره الحسيمه، مره طنجه، مره تطوان. هنا شنو فين كيرجع السبب؟ اعتقادي ان هذا المحور كله ما فيهش مدارس مثلا على مستوى رياضه كره القدم باعتبارها رياضه اكثر شعبيه، ما كاين ما عندناش مدارس على المستوى يعني المستوى عالي. ملي كنتكلموا على مثلا محور فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، كنتكلموا على مدارس، كيطيح المغرب الفاسي ولكن بعد فتره ماشي كبيره كيظهر المغرب الفاسي بقوته، كذلك عمر باش الوداد ولا الفتح ولا الجيش ولا الرجاء كانوا بواحد المستوى اللي ضعيف ولا الكوكب ولا، ولكن من كنجيو المولوديه يلاه طلعت وهي فريق عالق على المستوى الوطني. غياب مدارس، هذا ربما غادي ينعكس على نهضه زي كره القدم، على هلال الناظور كره اليد، هلال الناظور الان كره اليد، هلال الناظور فريق قوي، ربما راه كاين عندها واحد الدعم دابا اللي كيساهم معها باش تكون قوي وتستطيع كاع تظهر بشكل يعني مشرف على المستوى الوطني. ولكن ما عندناش مدرسه، غدا غادي الهلال الناظور غادي ربما يمشي عند المكتب الموسيقي ولا شي حاجه من هذا القبيل، ولا يمشي هذا السبونسور يعني هذا الممول ربما غادي يطيح في خطا. واش ما كتفكرش؟ لا دابا المدرسه بمقومات اللي مثاليه ما عندناش، ولكن عندنا مدرسه كرة اليد، كاينة مدرسة، كاين فئة الصغر، كاين مدربين ديال فئة الصغر، وعندنا مدارس في الناظور حتى ديال كرة القدم، كاين ثلاثة ديال المدارس، ولكن الناس كتجتهد كيلعبوا في لي زيسباس هكا خاويين إلى آخره، ما كاينش قاعات اللي دير فيهم مدرسة، وما كاينش الدعم، وما كاينش الأستاذ متفرغ لهاد الدراري. الإشكالية السي سعيد في الرياضة في هاد الجهة ديالنا ماشي إشكالية ديال الدعم المالي، الدعم المالي كيجي في المرتبة الأخيرة، الإشكالية الكبيرة هي التسيير، راه ما عندناش مسيرين في مستوى تدبير هاد الشيء ديال الرياضة، بدءاً من الوزارة إلى المندوبيات الجهوية إلى المندوبيات الإقليمية إلى رؤساء الفرق والمكاتب المسيرة، راه كاين أنواع ديال التسيير. كاين الناس اللي كيمشيو للكره باش يديروا السياسه فقط، كاين الناس اللي كيمشيو للكره باش يجمعوا فلوس، والامثله كثيره، امثله كثيره، وكاين الناس اللي كيمشيو للرياضه باش يخدموا الرياضه. ملي كتوصل كتشوف فريق حقق نتائج مهمه، تعرف بان كاين حكامه، كاين نيه صادقه، كاين حكامه في التسيير، والمؤسسات الماليه ملي كيشوفوا فيك النزاهه وما كيشكوش فيك راه كيدعموك. في مصطفى هلال الناظور كرة اليد البارح كانت مقابله مصيريه على ما اعتقد، البارح كان لقاء في اطار البلاي اوف ومع وداد السماره، حنا كنهضروا وداد السماره فين واجد؟ متواجد في الاقاليم ديالنا الصحراويين، هو الفريق الوحيد اللي كاين تما، ويحظى بدعم كبير على المستوى المالي واللوجيستيكي، ولكن اللعابه اللي عنده ماشي ديال الصحراء، ماشي سمار، لعابه شي من مراكش شي من اكادير، كاين اون سيليكسيون تما. حنا الناظور عندنا 95% ديال الناس الناظور، عندنا واحد تونسي وواحد صفريون، والباقي كلشي ولاد الناظور، كلشي ولاد مدرسه الناظور. وراجعين مدرسه اخرى. النتيجه ديال البارح خسرنا مع فريق اعتقد 6 الاهداف، ولكن مستحق لان الفريق اخر قوي علينا بزاف في الامكانيات ديالو الفنيه. سي صالح، المستوى الوطني انتم ربما الوقت خدمنا
الحديث معك شويه يقول وقت كاين اللي كاين زعنا بعجاله. انتم الان مكون حكومي، التجمع الوطني للاحرار، شريك العداله والتنميه. العداله والتنميه ربما الحكومه كلها تختزل في المنكير، واش ما كتشوفش هذا ربما غادي يضر الحزب ديالكم؟ لا علاش؟ غادي نقول لك علاش. لان نهار اللي صدقنا باش الحزب يدخل الحكومه كان واحد النقاش كبير استغرق الى غايه من الصباح تقريبا حتى الصباح ديال الاخر، وكانت عده شروط. والشرط الاول هو التجمع الوطني للاحرار يشد واحد قطب او قطبين من الهيكله ديال الحكومه. إلا لاحظتوا التجمع الوطني للأحرار مختص في السياسة الخارجية ديال الأخر، وكاين في الجانب الاقتصادي المالية والتجارة. يعني إلا جينا إلا بغينا نحاسبوا التجمع الوطني للأحرار خصنا نحاسبوه في هاد جوج القطبين شقين، يعني شقين. ولكن أنا ما غاديش نقول لك رئيس الحكومة راه مثالي ولا كاين أخطاء، وأكبر خطأ كيديروا رئيس الحكومة هو انه يتحدث كانه يتحدث في حزب العداله والتنميه باسم الاول. انا لاحظتها مرارا وتقالت لي في اجتماعات رسميه والى اخره، ولكن ذاك الشخص هذاك هو الطبع ديالو. بالنسبه لك الاداء الحكومي كيف كيبان لك؟ الجمهور مقوم كاين الامتياز اللي انا لا حسيت به في الاخر في الحكومه هو كاين الجانب ديال محاربة ذاك الريع اللي كنا اللي كان بزاف الريع، راه مازال كاين، ولكن كاين عمل ديال محاربة ديال الريع على مستوى الحكامة، على مستوى سميتو على مستوى الشفافية في مجموعة من القضايا. يعني حاجة اللي كدار كتخبر، ولكن كاين مازال سلبيات، كاين سلبيات كثيرة، لأن هذا تراكم، هذا تراكم السي سعيد يمكن تصغير تراكم سنوات، تراكم ديال واحد اش غادي نقول لك واحد النسبة كبيرة ديال الفساد اللي كان كيعيشو المغرب من سنوات الرصاص إلى البداية ديال الألفية الثانية. يعني صعيب باش حكومة ائتلافية ومتنوعة، راه خص هذا مبرر متنوعة فيها اليسار، فيها الوسط، فيها الاسلاميين، فيها كاين بزاف ديال الاخر اللي ما تقدرش تحصل فيها على واحد الانسجام اللي ممكن يكون يغني نفس الاغنيه باش توصل. كيفاش كتشوف السي سعيد؟ السي سعيد اسمح لي كيفاش كتشوف القرارات الجريئه اللي خذتها الحكومه هذه، واللي شافوا فيها خاصه الخرقاء الاجتماعيين شافوا فيها بانها ضرب للقدره الشرائيه المغاربه، واش انتم مع هذه القرارات هذه؟ سي سعيد انا نقابي، انا اللي يقول لي المواطن القدره الشرائيه والتوظيف والى اخره، انا متشبع، انا ضد هذا القرار. انا خص زياده في الاجور خصها تكون، التقاعد ما خصوش يوصل ل 65، اذا يوصل سد مجموعه من الشروط، ومن الشروط اللي منصفه للعامل. القطاع الخاص خصو ينصف العمال، ولكن الدوله خصها تنصف عاود القطاع، خصها تنصف المقاولات، لان المقاولات راه مهددين، الاغلبيه مهددين بالتصفيه والاخر. اذا كاين الضمانه ديال الدوله راه حتى المقاوله غادي تحافظنا على العامل. الجانب الاجتماعي انا عندي تحفظ احمر، انا عندي تحفظ عليه العمل اللي كدير الحكومه في الجانب الاجتماعي، ولكن الاستراتيجيه ديال الحكومه العامه يمكن هما كيشوفوا انه من بعد غادي يكون غادي يعطيو الحقوق لهذه الفئات هذه. السي صالح عفوا الوقت كيداهمنا، كلمه اخيره. اولا نقول لك برافو، راه حرجتيني بمجموعه ديال الاسئله، ونتمنى ان الاجوبه ديالي حاولت ما امكن نوصل الرسائل اللي باغي نوصلها للمتتبعين ديال زيو سيتي وديال السكان ديال اقليم الناظور كاملين. نتمنى التوفيق للموقع زيو سيتي، ولكن التوفيق اكثر للاقليم ديال الناظور والاطر ديال الناظور والفعاليات ديال الناظور، باش ان شاء الله مستقبلا
الناظور حتى حنا نبقاو نفتخروا بها في المجال. إذن مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا أتمنى، أقولها دائما وأكررها الآن، أتمنى أن يتحقق أمل ساكنة إقليم الناظور في أن تجد لها نخبا سياسية ترافع عن الإقليم بشكل قوي وتدافع عن مصالح الإقليم. أتمنى أن يكون إقليم الناظور إقليما ذا قيمة على مستوى الجهوي الوطني. أتمنى من مدينة زايو أن تكون شركة في التنمية التي يعرفها إقليم الناظور. إذا مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا أشكر ضيفي السي صالح العبوضي، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. لكم مني أجمل تحيات، أنا سعيد.